شو رأيك وتقييمك للمواقف اللي أطلقت بهيدا الأسبوع، وهل بتنا قريبين من التسوية الدولية أو الإقليمية اللي بتعود إيجابا على الملف الرئاسي اللبناني؟ بدك رأيي. أول شيء أنا أخجل أن تكون اليوم القوى السياسية والتقليدية اللبنانية وخاصة ال 128 نائب ينتظرون القرار باتفاق من الخارج. هيدي بعتقد مس بالكرامة الوطنية، هيدي مس بالوكالة المعطاة من اللبنانيين لل 128 نائب. هيدا المس والمساس بالكرامة الوطنية، بعتقد هيدا لازم نخجل كلنا منه. كيف منقبل على نفسنا يكون في عنا خمس دول صديقة ونشكر مسعاها كمان، لأن بنعرف أنه هي من جهد يمكن إيجابي عم تعمله، إنما كيف منقبل على أنفسنا أنه نكون نحن ناطرين توافق على خمس دول بيعملوا اتفاق على خارج الأراضي اللبنانية من دون حضور لبناني، ونحن هون ال 128 نائب المسؤولين عن هذا الانتخاب مش قدرانين انه نجي نجتمع مثل ما بيفرض علينا الدستور، نكون تحت قبة البرلمان، نكون اليوم مجتمعين بصورة متتالية لحين انتخاب رئيس للجمهورية. أنا بالنسبة لي 99 يوم هن يمكن هيك صحوة ضمير عم برجع أكد عليها كل يوم، لأنه واجبنا أنه نلتزم بالدستور. المادة 74 ما بتسمح لنا نكون خارج البرلمان، المادة 74 بتفرض علينا كلنا أنه أن تكون أولوية الأولويات بانتظام الحياة العامة وبالعودة إلى انتخاب رئيس للجمهورية. كثير من الناس بيسألوا ليه ما عم بتصير؟ أنا بعتقد ما عم بتصير لأنه في يمكن تخطي لقبولنا بالنظام الديمقراطي. في عنا مشكلة أساسية، منا عم نعتبر أنه نحن من الديمقراطيين، مش قدرانين نقبل أنه الديمقراطية يلي هي بتمتاز بثلاث قواعد يلي هي تداول السلطة، فصل السلطات، والمساءلة، يكونوا هن يلي بيرعوا هذه العلاقة ما بين المؤسسات. اليوم ندمر الديمقراطية في لبنان من دون أي اعتبار، لأن يلي مبين من القوى التقليدية أنه عندهم مشروع سلطة بس لايقة ما عندهم مشروع وطن. بعد 10 سنين أي بلد نحن عم نأمن لأولادنا؟ بعد 10 سنين أي وطن اليوم بيسأل عن ضميرنا؟ شو عم نعمل؟ ناطرين وشواشة من ما بعرف أي بلد أي توافق لنجي نعتقد أنه نعقد جلسة فقط لإعلان توافق دولي، نحن منجي نعمل صورية الحضور؟